القصة حملت أروع المعاني في العفو في التسامح، حيث ضربت الأم المكلومة نور آل عسيلي أروع الأمثلة في الصفح والغفران حين دخل عليها قاتل ابنها مستجيرا فأجارت. وفي يوم عيد الفطر اتصلت بوالدة المعفي عنه وهنأتها بالعيد السعيد، وهنأتها أيضا بالعفو عن ابنها وعتق رقبته لوجه الله. للحديث أكثر عن هذه القصة اللي أعتقد أنها ستخلد يعني نموذجا ومثالا لمكارم الأخلاق، لنقتدي بكل تأكيد بهذا الفعل الطيب، ينضم معنا عبر الهاتف محمد الراجح الواهبي ابن الوالدة نورة آل عسيلي. حياك الله أخوي محمد. يا هلا وسهلا. حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يبارك بأيامك. يعني هذه القصة ما ندري وين نبتدي بها ولا وين ننتهي لما نتحدث، يعني خليني أقسمها ثلاثة أجزاء. نتحدث عن هذه الوالدة العظيمة، الجزء الأول لما تجير قاتل ابنها وهذه قيمة الفزعة وهي قيمة عظيمة عند العرب بكل تأكيد، الجزء الثاني لما نتحدث أنه تحميه وأيضا تسلمه للجهات المختصة وهذه قيمة عظيمة، قيمة الحكمة أيضا، جزء الأخير جزء العفو وفي يوم يعني مبارك عيد الفطر. أنا أبغى وأنت عايش تفاصيل هذه القصة بكل تأكيد، نسأل الله عز وجل أنه يكتب أجركم ويجبر أيضا قلوبكم، أبغى منك تعيشنا هذه القصة حتى نأخذها فعلا مثال نقتدي به دائما وأبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خير الجزاء على هذه الاستضافة، وإن شاء الله عز وجل ينفع بها القائل والسامع ونجعلها خالصة لوجه الكريم، لا رياء فيها ولا سمعة، نربي على كل شيء قدير. اللهم أمين. في اليوم 16 من ربيع الثاني من عام 1441 أقدم ابن جيراننا على قتل أخي في آخر الأرض في بركة ما كان أخي يسقيها للدواب السائبة، أقبل عليه هذا الرجل وقتله ولا نعلم فيما قتله، والله سبحانه وتعالى العالم، حيث أنه لم يكن بينهما خلاف مسبق ولكن قضاء الله وقدر. بعدما قتله اتجه القاتل إلى والدته وزوجته وأبنائه، ثم أخذهم وأقبل إلى والدتي في البيت، أقبل عليهم قبل صلاة المغرب ودخل على الوالدة وهي في الحوش في مزرعتها وسط البيت، ودخل عليها قال يا نورة يا أم مناحي أنا قتلت ابنة عبد الله وأنا في وجهك أجيريني وهذا سلاحي بين يدي. استجمعت الوالدة قواها وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، أجرتك بإذن الله عز وجل. سمع صوت أخوي مناحي كان في البيت، أقبلت عليه والدة وحلفت عليه يمينا مغلظة ألا يمسسه بسوء حتى تستلمه الدولة والجهات المعنية. اتصلت علي أيضا، اتصلت على أخي علي حجره الله وحلفت علينا يمينا مؤكدة مغلظة ألا نخرج من أماكننا التي نحن فيها حتى تستلم الدولة الجاني، واستلمت الدولة وصدر الحكم في 23/7 عام 1442 هذا العام. نعم. والحمد لله على ما قضى وقدر. نعم. يعني هذا درس في التسامح، درس في الإنسانية، درس في القدرة على العفو عند المقدرة. يعني لو تعطينا كذا تفاصيل حول ردود أفعال الجيران في من حولكم، ردود أفعال أسرة أيضا المعفي عنه. حقيقة الأسرة بيننا وبينهم روابط الأخوة لله والجيرة والوفاء مع بعض منذ كنا صغارا، وفي اليوم الثالث من العزاء حقيقة في أول يوم من العزاء ناس كثير قالوا أجلوهم من الأرض وأخرجوهم لا يبقون بجواركم، لكن قلنا نخرج نحن ولا يخرجون كونهم جيران لنا، بيننا وبينهم أمور كثيرة في الله عز وجل نسأل الله خاصة لوجهه. اليوم الثالث من العزاء سمعنا بأنهم أرادوا الارتحال من بيتهم وغلق أبوابهم وانكفوا من المسجد مع الله معنا، اتجهت أنا وأخي علي الله يحفظه من ناحية إليهم في اليوم الثالث في العزاء، وأقبل علينا أخوهم بندر الله يحفظه ويوفقه وقال إن أردتوني فأنا خذوا السائر مني، وإن حما جينا نطلق السائر حين نأتي نريد الجوار. دخلنا عليه وعلى والدته وطلبناهم أنهم ما يرتحلوا من مكانهم، وصلنا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد والجاني يمثل نفسه. نعم. وننتظر حتى يحكم الله ما يريد في هذا الأمر، وبقوا على ما أردنا منهم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنة. آمين يا رب. يعني بيض الله وجيهكم، عز الله يعني بنت رجال وأم رجال. أخوي محمد أنا أبغى أتحدث عن نقطة أيضا، لحظة طبعا الإبلاغ بالعفو كان
ملازم للتهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكيد أنه هذه أيضا قيمة عالية، نبغى نعرف هذه اللحظات تحديدا. حقيقة خير مبارك يوم العيد اللي هو عيد الفطر المبارك، إن شاء الله يعيدها علينا وعليكم على أمة الإسلامية بصحة وعافية ورخاء وسخاء من ربي على كل شيء قدير. في ليلة الجمعة كنا مجتمعين في بيت الوالد الله عمره على طاعته، ولم يكن فيه والله تكريم مسبق أو تهيئة لهذا الأمر. كنا نتصارع في أطراف الحديث عندما أردنا كل منا يذهب إلى بيته، أتى يعني حديث تطرقنا إلى العفو وعن جيراننا والمواصلة معهم وكذا. استجمعنا جميعا على رأي واحد، كل منا يعني ما رأيكم في هذا الأمر؟ أتت الوالدة قالت أنا أريد أن أعفو عنه، وهذه كانت رغبتي من أول ما قتل في ذلك الوقت، أني أتوس عنه لله عز وجل، وهذه رغبتي في العفو. نعم. إذعنا لأمرها، واتصل أخوي مناحي أبو نوح الكبير على أم القاتل في أم رجاء الله يحفظها ويطول عمرها وبعثها وهنأ هذا العيد، ثم قال ابن محمد عفونا عنه لوجه الله تعالى، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. الله يجزاكم ألف خير وبارك الله فيكم، ضربتوا درس في التسامح والعفو عند المقدرة. شكرا لك محمد الراجح الواهبي ابن الوالدة نورة العسيلة، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أخوي محمد.